الناس حبتي واحد والله واحد بطر المحبة صعيبة. سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنزل يا بنت حلال. وش فيك خير؟ شفت جنية؟ وش فيك؟ وش اللي جنية؟ وش اللي مركبك معي بالسيارة؟ أنت ما تودي مشاوير؟ لا أودي مشاوير بس ما معك محرم أنت. محرم؟ محرم إيش؟ الله يرحم والديك. أقول الله يرحم أمك وأبوك. لا تسوي لنا مشاكل الحين مع الهيئة. أنزلي. أي هيئة؟ هيئة الاتصالات. أنزلي بس انقلعي. يلا يلا. أي هيئة وأي محرم؟ إيش فيك يا ابن الحلال؟ أنا امرأة مستقلة ما أحتاج محرم. استقلي بقريح، لا تستقلين عندي بهالوقت بدا. انزلعي يلا. الله يرحم أمك وأبوك، لا تجيبي لنا مشكلة الحين. يا أخي احترم نفسك وحسن ألفاظك لو سمحت. ما يصير كذا. أصلاً السبب مو منك، السبب من اللي ما خلونا نسوق نتعامل مع الأشكال اللي زي هذه السامجة. قسم بالله لو يصير عمرك مليون ما تسوقين ولا تمسكين الطارة. انزلي انقلعي بذات. وين راجلس انت؟ اي يعني عادي الوحده تركب سياره مع سواق، تركب ليموزين، ما في مشكله، هذه خلوه. وش اللي يركب ليموزين؟ من اللي يركب ليموزين؟ قسم بالله لو واحد من حريمنا تركب ليموزين لحش رجلينا. انزلعي يلا بس بلا مشاكل. يلا اقول ماني بنازله. والله هالمتسلطه ذي، انت ما تستحين انت. وش المراجع اللي انت به؟ انزلي يا بنت حلال. ماني بنازله، انا امراه حقوقيه، ادافع عن حقوق المراه، وحقوقي انك تاخذني مثل ما تاخذ غيري. لعب بليسك، حقوقك ما اخذت كامله انت، لكن انت دجه، انت براسك دجه انت. انا من يوم شفت هالوجه ذا والعبايه ذي، وش هالامور ذي؟ وش فيها عبايتي؟ خير خير، وش فيه؟ طيب ممكن تنزلين؟ ماني بنازله. قسم بالله اقرب مركز هيئه وان طلت اسبوع. يلا انزلي. وش سويت انا عشان تاخذني للهيئه؟ خير؟ لا تفتي معي الحين بدون سبب وجاية من الباب للطاقة. تبيني وصلني مثل ما توصل غيري؟ لا ماني بوصل احد انا يا بنت حلال، اوصل الرجاجيل بس. حريم ما عندنا حريم يركبون بلا. ليش؟ وش ناقصني؟ وش ناقصك؟ مو انسان؟ ما قلنا انك انت انسان، ناقصك محرم. جيبي لنا محرم وناخذ كاي مكان. واذا ما عندي محرم اموت؟ ايش فيه؟ ما اطلع، ما اروح مشاويري، ما اشوف حياتي. اي انزلعي لحالك. انا معليش يعني الله يرحم ام وثبوت، لا تقعدين تورطينا. اركبي لك باي سياره ولا بقريح ولا شوفي لك صرفي. يا بنت الحلال قولي لا اله الا الله. لا اله الا الله الزين. محمد رسول الله. ايه ينزل يا بنت الحلال، ما ابي مشاكل انا. ماني بنازله. لا حول ولا قوه الا بالله. انت يعني مصره تجيبي لنا مصيبه انت؟ ايه ترى انا توي ما دخلت الدنيا، يعني ما عرست توني عزابي. اه عزابي. ايه يجون الحين يشوفون. على طاري عزابي، ايه اقول له واحد من اهلك يبي يروح مشوار مع سواق غريب، وش بتسوي؟ احش رجلينا، ما عندنا ذا الكلام يا بنت حلال. انزلي بس فكينا يا بنت حلال، انزلي فكي جانا تليفون. واللي يرحم ام تبوس ذول اهلي، لا تقولين ولا كلمه تقعد تورطينا. الو الو هلا، مشغول يا بنت الحلال، ماني فاضي قسم بالله، مشوار ورا مشوار ماني فاضي، ما اقدر اجي اخذكم يا بنت حلال. شوف وين استبره انتي، اركب ليموزين الرجعه اذا فضيت جيتكم، لا تعالي بالليموزين، ارجع البيت بالليموزين. يلا مع السلامه. اقول وشو ونعم الرجل. شكرا.